بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي آخر سمكة أنا جبتها، دي بسم الله ما شاء الله تعدي بتاع الكيلو ونص أو 2 كيلو الله أعلم. فإحنا هنعملها فيليه، فيليه يعني من غير عظم والكلام ده، تمام؟ أول ما أجي أمسك السمكة مش هنضفها، لأ همسك من هنا من عند الزعانف وأبدأ أقطع أقطع لجوه، تمام؟ اجي اقوم اقلب السمكة برضو نفس النظام، تمام. هنا عايز اقطع بقى ايه، هقطع الدماغ تمام. باجي هنا باجي انا طبعا منظف ايه، منظف مكاني هنا شباب. بمسك من الاول الظهريه، ظهر تبدا تمشي اهو واحده واحده كده، تبدا تخلي ايه مكان اهو، واحدة واحدة كده لغاية لما تجيب الظهر. زي ما اتفقنا ايه لازم الحتة دي يبدأ فيها ايه، يخلي واحدة واحدة هنا. فبسم الله ما شاء الله هابط الخلاط، تمام. دي تبقى قطع من هنا، كده ايه ده اول جنب اهو، تمام. او ما قشرتش ولا عملت اي حاجه، تمام. نيجي هنا طلع البطروخ، بسم الله ما شاء الله حلو يعني. طب تعالى نفتح السمكه نشوف هي اكل ايه، احنا بالمره بقى ايه واحنا بن ايه، احنا برضه صيادين وعايزين نعرف بالمره. ده الكيس اللي بتبقى اكله فيها يا جدعان، تمام. احنا عايزين نعرف بقى هي اكل ايه ونشوف كده مع بعض. شباب شبار، أكلة شبار أهو، وأكلة وطيان، وطيان وشبار، بس هو ده اللي أكلها. 3 سمكات شبار، اللهم صل على النبي، وواحدة وطيان، يعني بسم الله ما شاء الله مزاجها عال. خليكم معانا، نيجي هنا نكمل بقى البيت التانية، ناخد من هنا you
بنيجي هنا شباب زي الاولانيه اللي انا بعتها، يعني الاولانيه زي الاولانيه اللي عملتها. تيجي هنا تمسك كده بضفرك تمسك واحدة 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 كده، القشرة بتاعتها اهي حاجة البسيطة دي بنشيلها وكده. يا جدعان القصر الفيليه يعني ايه؟ بتبدأ مثلا تقطعها حتت مثلا كده، حتت فيليه صغيرة، تبدأ تتومها أو تعملها شوربة كده يعني. كان معاكم أخوكم أحمد سعد، يلا سلام.